ليكيب سلام الله عليكم فرسوس كونتجور حيكم دائما وابدا. اي معلومه تجون حب الشركه معكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. جانا صاحبنا هذا من اجي يعني مرحبا به ونشكره على الثقه اللي دارها فينا باذن الله تعالى. صاحب سياره هذا واش قال لك؟ قال لك راك شاري نقص الاتيراج وعندي كليكاج. جينا صاحب السيارة ويقولنا البروبليم تاعو كيفاه بدا واش بدل واش ما بدلش. دوك نبداو مع صاحب السيارة بإذن الله يشرح لنا طاب فوري طاب واش دير واش ما دارش واش بدلولو واش ما بدلولوش. وبإذن الله تعالى نشارككم المعلومة بإذن الله ليكيب كيف كيف. صاحب السيارة راه يعطينا إن شاء الله بإذن الله تعالى لي ديتاي كيفاه بدلو البروبليم وكيفاه خلاص تما الخسارة اللي خسرها بإذن الله. ابدا لنا مون فرا الحوايج اللي بدلت ان بار ان. واش هي الحاجه الاولى اللي بدلت؟ بدلنا بالبومب اش بي. لا بومب اش بي صح. ما عاودنا بدلنا الزنجيكتور صح. لا بومب اش بي قد بدلتها من خطره؟ بدلنا ثلاث خطرات ثلاثه جديده. قال لك بدلت زوج اكاس كيما رانا نشوفوا بومب اش بي صح. زوج اكاس والثالثه اللي راهي راكبه دوك جديده. دوك اللي راهي راكبه جديده صح. جديدها ب 10 ملايين فوالا زيد صح. ومن بعد بدلت التيربو بدلت زوج خضرات الله يبارك. على جا الكليكاج. على جا الكليكاج قالوا لك تيربو. قالوا لي تيربو صح. وهذه كوكياجات بدلت الصفايه هذه ها هذيك الصفايه هذه ثاني قالوا لي تكليكي فلتر تاع الروتور صح. صح بدلت كوكياجات تاع التيربو صح. زيد هذا واش عندك؟ صح زيد والفمان زادوا قالوا له كابتور دو بريسيون دو كاربيرون هاهم ركبوا نفس المشكل. لي زانجيكتور ها احنا نشوف قد بدلتهم مره لي زانجيكتور؟ بدلتهم ثلاث خطرات. اللي راهم راكبين وهادو ولي ريباريتهم. تسمى تروا فوا لي زانجيكتور يتبدلوا. صح زيد وجد قالوا لك لوح. هذا واش قال؟ هذا واش قال؟ والالكترو فان دو بريسيون. صح. صح. هو شنو بروبليم؟ واحد قال لي بها موتور كاع لازم يتعاود. الله يبارك يا سيدي. تسمى راهين يودروك في 40 مليون. هذه خساره كامل قداه؟ أنا ب 22 مليون. 22 مليون والكليكاج مازال كيما راه. مازال كاين، جيت عند فارس اوتو لهنا نحالي فيه. بإذن الله تعالى، هو ما نقولوش فارس اوتو سكان لنا حال البروبليم، وإنما هو التوفيق من عند ربي سبحانه. سبحانه. أعطيك الصح. إنسان هذا راهو سبة برك. صح. كون ما وفقناش ربي، هذو ناس ما نقولوش صح قادر يكون ما وفقهمش ربي سبحانه. باي ديكوفريو لك لافان. بصح شنو تغيض الخسارة مون فرير. خسارة خسارة. 22 مليون. بزاف. بزاف 22 مليون. وتشري موتور. قسمة تشري موتور ومازال نفس المشكل. مازال مازال نزيد نخسر. مازال قالوا لي لي زانجيكتور عيان 22 مليون ومازال يزيد يخسر 22. معليش انا نتقبل بالخساره تاع 22 مليون وتريق لي الفيكيل مش بروبليم. هذيك مش خساره صحيح. انه نخسر 22 مليون وتريق لي البروبليم عادي جدا صح. 22 مليون ومازال لي نفس البروبليم تما ما درنا والو. ما درنا والو. واش راه نقول لكم يا جماعة؟ جاني نصيحة لوجه الله تعالى، ما تخسرش صاحب السيارة في بياس كبير قبل ما تديكوفري له لابان. كونفيرمي من لابان تاعك 100% وركب لا بياس على راك. دوزير 10 ملاينة بومب اش بي، نحط بومب اش بي ويروح صاحب السيارة ضميره مرتاح، وأنت ترقد العشية أليز. مش تخسر السيد في 22 مليون ومازال نفس المشكل. صح عملنا دياغنوستيك ليكيب واش يخرج لنا تيربو جيومتري فيكسي بارابور لا فالور دو لا ريفيرونس. واش كانوا مديرين له؟ مديرين له الكترو فان دو بريسيون تاع ال 90 او ما على باليش وين طايشوها. صح هذا الالكترو فان نديروها مالغريتو تيربو ماهوش يفونكسيوني خلاص. شوف التيربو نحيوه ونوضوا الفييكي. كليكاج ما كانش باسكو ما عنده حتى كومينيكاسيون تاع الكليكاج في تيربو كومبريسور. تما هذه الالكترو فان دو بريسيون والتيربو جي والتيربو والكوكياج تاع التيربو هذه خساره. هذه كاع خساره فوالا. والدوزير بومب اش بي خساره وليزانجيكتور تاع نحي وركب خساره. صح هذو كامل ومانو تاع لاروم خساره. ثانيك هذا لاباس به هذا المانو. هذا لاباس بيه باسكو لا ركبت واحد اخر مازال نفس المشكل. دونك هاد لابيس اللي خسرتها كامل هذه الشغل نحيو لك صواردك من جيبك. صح هكذا. واش راح نقولوا لهم؟ ربي يهديكم. هذا ما نقول يا ونصيحه لخاوتي لوجه الله تعالى قبل ما تخسر صاحب السياره جرب. عندك ايزانجيكتور خويا جرب له ايزانجيكتور تنحلوا البروبليم. ما تنحلوش البروبليم ما تقولوش شري ايزانجيكتور. او صاحب السياره مسكين هو اللي خاص. قول لي بركه مون فرير برك في قداه ديكوفرينا لافان
واحد العشر دقائق هذا. الله يبارك. عشر دقائق. عشر دقائق. عشر دقائق. طوموبيل ما شاء الله. قول لي عريز من ألجي لبنا بلي مان. قول لي كسبناها وش بنتك. الله يبارك. تراش ما شاء الله. بدلت الطوموبيل بزاف كاع. كأنك هذا ونخرج لهم لاميت. هذا ونخرج لهم لاميت. سما ما نقولوش حنا وحنا. أنني خاطي نعود لا بروشيام فوا وأشاك فوا يعني والتوفيق من عند ربي سبحانه. كون ما وفقناش ربي سبحانه وماناش راح نديكوفريو الكلاب. فوالا ليكيب واش بدلنا له؟ إلكتروفون دو بريسيون سير أليمونتاسيون. حطينا له دوريجين تاع 75 وعنده بروغراماسيون هي اللي كانت مديرت له المشكل. تلمو خلطوا له بزاف وخنتشوا له هي كانت عنده افير بروغراماسيون وطبق الصوت هذيك متخنتيش بزاف ونحي وركب باذن الله تعالى نسيو ليكيب نوضوا نسيو نوضوا ليكيب بسم الله على بركه الله الله يبارك لو فوان تاع تشيك تطفى هي كاين ما شاء الله كليكاج الله يبارك يعني ما شاء الله الله يبارك صاحب السيارة يعطينا راي الله يبارك او في الطريق ما شاء الله الله يبارك هذا وراني خرجته من لاميزو الله يبارك نقول لك شنو نقول لك امون فرارة ربي يصلح لك وخلاص امين ان شاء الله ربي يحفظك واش راه نقول لك هي الحاجة اللي نقولها لك ربي يخلف عليك امين ان شاء الله باسكو هذه الخسارة قسما بالله ما يتقبلها لا العبد لا ربي سبحانه حتى واحد صح المهم احنا ماناش ننتقدوا في صحاب الحرفة بصح شنو نقول لك حاجة ربي يخلف عليك امين ان شاء الله ربي يحفظك اجعلهم كيما نقولوا احنا صدقة مقبولة ربي يخلف على حبيبي شنو عاد خاصو اشبي ولا رانا هنا طريق السلامة يا خويا اشبي عندك اشبي هاي كاين اشبي عندك اشبي اللي زوج كتر صح قد النيميرو تاعك 07 زيد 71 52 72 72 16 ها الرقم تاع الهاتف تاع صاحب السياره اللي يخصو بومب اش بي والله زانجيكتور هاو ثم في الجي نساعدكم فيها اتصلوا بهم كيما قال لك خويا اومار ريكيبيرو لي شو سواردو الخساره اللي خسرها برك ها رقم الهاتف تاع السيد هاو قالوا لنا كاش ما تحتاجوا ليكيب هاو رقم الهاتف عيطوا له باذن الله وعنده بومب اش بي وزانجيكتور هاو قالوا لكم حنا نساعدوكم باذن الله طريق السلامه مونفرير